أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجب
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.